أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين معاكم في جمهور الثالثة. وصلنا مع حضراتكم زي ما بنبتدي دايما جمعة الكواليس والأخبار والتفاصيل في معلوماتي، فخلوني أرحب بنجوم هذه الفقرة اللي مشرفنا ومنورنا. أستاذة ريهام، مساء الفل. مساء الفل يا إبراهيم، أخبارك إيه؟ كله تمام الحمد كله تمام. لله الحمد يا لله رب دايما. أستاذ أحمد عبد الباسط، أهلا وسهلا بيك. مساء الفل يعني. أخبارك إيه؟ كله زي الفل الحمد لله. تمام تمام. عندنا فقرة اسمها إيه؟ معلوماتي. معلومات اه برضو لا انا حاسس رقصناهم اه لا لسه يعني العلوم آه. حلو ما جاتش قلشت 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 ترانزيشن الترانزيشن قلش خالص. طب يلا قلش ما قلش لا فعلا. طب تاني معلومات. طيب نبتدي بالمنتخب وبعدين نروح للاهلي. طيب المنتخب كان معاك الزميل محمد طه طبعا. ايوه. و محمد قال لك انه اليومين اللي فاتوا ما حصلش اي تدريب، محمد عايش معاهم يعني. بعد الماتش هو تدريب تم للمستبعدين في اليوم الاول، مستبعدين بس، التانيين كان في استشفاء. اليوم اللي بعديه اللي هو النهارده اللعيبه لعبت طايره مع بعض، لعبوا ضربات جزاء. كان في اول يعني زي ما محمد قال لك ان هو كان بيحاول ان هو يطلع يخلي اللعبه تفك يعني بلغه الكوره عشان مش عايز يعمل اي احمال بدنيه، وده ما كانش هينفع يعني. كمان انه معمول تعتيمه كبيره جدا على موضوع التشكيل بالذات. التعتيمه يعني هو عايز يخلي اللعبه كلها مركزه في نفس الوقت، ما اجتمعش مع الجهاز الفني مع اللعيبه. كان هو من عوايد كروش ان هو لو لعيب هيبدا جديد فبيقعد معاه بيتكلم معاه بيتكلم معاه، بيبدا يعرف اللعيبه ممكن انت هتلعب، بيعرف الجهاز. فالامور دي كلها غامضه، فانا هاخد ريسك في تشكيل النهارده ولو يعني حصل فيه كمين ولا حاجه ممكن تلاقينا الساعه 8 الصبح برضو قايلونا قبل ما الماتش يتلعب. ماشي، بس في نقطه مهمه يمكن احنا قلناها للناس الحلقه اللي فاتت وبرضو بنكررها تاني، انه جزء كبير من الرؤيه في التشكيل بتبقى ليها علاقه بالاخبار والتفاصيل بتاعه المنتخب نفسه والتدريبه الاساسيه. فالتدريبه الاساسيه بتاعه المنتخب مفيش تدريب، ما كانتش موجوده، مفيش تدريبه. فاحنا هنا وبنعتمد دايما، انت كنت بتقول كلمه يعني حلوه، ان احنا بنعتمد على برضو بجانب الخبري قرايه المشهد، فما فيش مشهد اصلا نقراه. وكمان الدنيا مقفله خالص، ولكن هو محمد الشناوي في حراسه المرمى، اكرم توفيق، احمد حجازي، يريح الونش ويلعب محمد عبد المنعم، احمد فتوح في نص الملعب، مهند لاشين وحمدي فتحي وقفشه في الحته اللي قدام، زيزو مع رفعت قدام محمد شريف. ده اللي تم التوافق عليه نوعا ما في الدردشه. لا يا اخي ما تهرجش، مرحبا يعني مش هيبتدي. هو ده التشكيل اللي الناس كلها تتمناه يعني. اكيد لو جلد بقى ينزل مروان على حساب شريف، على حساب رفعت، على حساب رفعت ويرجع شريف جناح ويلعب مروان مهاجم. بس لو عمل كده يعني خلاص يعني انت جربت كل حاجه في البطوله يعني خلاص بقى، هو ده اللي فاضل يعني. فده ان شاء الله يبقى تشكيل بكره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. استاذ ريهام، طبعا كل الناس مستنيه تعرف وضع مصابين النادي الاهلي قبل المباراه. هبتدي معاك بخبر حلو الجماهير هتفرح بيه، وهو ايمن اشرف. ماله ايمن اشرف؟ كنا قلنا ان هو بنسبه كبيره هيكون بره الماتش، لكن في حاجات جديده ومستجدات في اصابه اللاعب بحسب التقارير والاشاعات الخاصه باللاعب خلال اليومين اللي فاتوا. اللاعب تقدم بنسبه كبيره في ان هو يكون جاهز للمباراه، هيخضع بس لكشف طبي بعد بعثة النادي الأهلي طبعا ما وصلت النهاردة. بكرة الاختبار الطبي اللي هيخضع ليه تحت رئاسة الجهاز الطبي بالنادي الأهلي هيحدد إذا كان جاهز للمباراة ولا لا. لكن هو ابتدى يعمل تدريبات تأهيلية وتدريبات بالكورة وحتى تمارين برجله المصابة عادي جدا. فهو نقدر نقول بنسبة 75% هيكون جاهز للمباراة بتاعت السوبر، بس ده طبعا هيخضع للفحص الطبي اللي هيتم. الفحص الطبي الأخير بالنسبة للنادي الأهلي. بالظبط بالظبط. بعد كده عندنا ده يدي برضو اشاره انه في تنسيق حصل ما بين الجهاز الطبي للاهلي، ده متواصل ما بين الجهاز الطبي للنادي الاهلي مع الجهاز الطبي للمنتخب عندنا ومع المنتخب التونسي كمان علشان خاطر علي معلول. علي معلول بالظبط. هنيجي ليها دلوقتي. عندنا احمد عبد القادر، كنت قلت برضو معاك الحلقه اللي فاتت ان هو عنده مزق او شد في العضله. قلتني ان انا قلت ان بيرستاو مصاب في ماتش الجيش، والله انا ما قلتش كده يعني. لا ما جيتش ناحيه بيرستاو خالص، هو ما اتصابش. لا خالص، هو ما اتصابش اصلا، متولي. وكان حد كمان معايا مش فاكره مين يعني اتصابوا، لكن بيرستاو كان طالع سليمي. بس في صور اتنشرت ليه وهو كان بيوطي على الارض وبيمسك الشنكار تقريبا، فالناس خدت الصوره دي وهو خارج على انها اصابه، لكن هو ما كانش مصاب. لا كان خارج سليم من المباراه. احمد عبد القادر ماشي كويس جدا في التاهيل، ممكن بكره بس يكمل التاهيل بتاعه، لكن هيكون جاهز اخر تمرينتين قبل المباراه مع الفريق،
وهيخضع طبعا لامر الجهاز الفني اذا كان يشارك ولا لا في المباراه. علي معلول بقى كان في شويه غموض من الجهاز الطبي التونسي في التقرير بتاعته، ما كانش بيتبعت تقرير كامله للجهاز الطبي في الاهلي طبعا عشان خاطر مباراه مصر وتونس ومش عايزين يكشفوا التشكيل وكلام من ده يعني. بس كان في تخوف لدى الجهاز الطبي ولدى النادي الاهلي من اشراك اللاعب في المباراه اللي فاتت، عشان كانوا شايفين انها هتكون مجازفه شويه، ان ممكن الاصابه ترجع تتجدد بيه او تتفاقم. بالظبط، هم بيتمنوا ان اللاعب ما يشاركش في المباراه النهائيه الفاينل بكره، او لو شارك يشارك بنسبه بسيطه، لكن هم بياكدوا برضو ان اللاعب بنسبه كبيره هيكون جاهز لماتش السوبر لو ما تمش اشراكه او حصل حاجه في المباراه النهائيه طبعا مع ماتش السوبر 22 الاصابه الاخيره عندنا، ودي اصابه محمود توالي طبعا اللي حصلت، وسوء حظ كبير جدا للاعب. احنا شفنا النهارده ان اللاعب سافر مع بعثه النادي الاهلي لقطر عادي جدا. اللاعب هيتاهل وهيعمل علاج طبيعي في مستشفى اقول الاسم عادي سبيطار، وهيعمل فحوصات طبيه شامله هناك خلال تواجد الفريق. هيتعرض على بعض الخبراء هناك علشان يتاكدوا اذا كانت الاصابه دي مشكله طبيه ولا اصابات عضليه عند اللاعب. يعني اللاعب فترة غيابه ممكن توصل من شهر ونص لشهرين. أوكي. بالمناسبة بس في نقطة بس أنا عايزة أوضحها علشان الناس كانت حتى لسه بتسألني قبل الهوا عليها، إن ليه محمود إصاباته بتتكرر. الكلمة دي هي تحديدا غلط جدا. اللاعب إصاباته ما بتتكررش، اللاعب إصاباته مختلفة، هو سوء حظ. يعني الإصابة الأولانية كانت في الركبة، تمام، فدي إصابة. ماشي. الإصابة الثانية كانت في الأوتار الخلفية للرجل اليمين. تمام، فدي إصابة مختلفة خالص. الإصابة الثالثة واللي هي الأخيرة دي مزق في كان مزق في الرجل الشمال الأمامية. فكل إصابة مختلفة، هي الإصابة ما بتتجددش في نفس المكان، فدي مجرد سوء حظ أو يعني حاجة قدرية للاعب يعني. لكن مش تجدد إصابة في نفس المكان عشان الناس بتوديها لأن دي إصابة مزمنة أو إن دي حاجة مشكلة عند اللاعب. لا، ما فيش الكلام ده خالص. دي إصابات في أماكن مختلفة ما لهاش علاقة ببعض خالص يعني. فهو هيخضع للتأهيل والأشعة بقى والفحوصات دي هناك. حسام حسن حسام حسن جاهز وموجود مع البعثة. هو بس صلاح محسن علشان خاطر المزق برضو اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه اللي فاتت ما سافرش. صلاح هو الوحيد اللي ما سافرش. هو الوحيد اللي ما سافرش مع البعثه. لحد ده كانت الاصابه بتاعته كبيره لدرجه ان هو ما يقدرش يسافر. انا بقول لك هو بقى له فتره طويله ما بيشاركش وبيتاهل بس. طيب استاذ احمد، هل في مسبحه زي ما بيقولوا في الجهاز المعاول لمنتخب مصر لما يرجعوا من كاس العرب، وان في ناس هتمشي والناس عماله تتكلم يعني في الموضوع؟ يعني بلاش استاذنك، بلاش كلمه مسبحه، خلينا يعني مثلا نقول انه ده اللي يعني عشان انا بجيب اللفظ اللي بيتقال او الدارج مع الناس كلها. ولكن هو مفيش اي حاجه من الكلام ده خالص. انا بس حابب اوضح للناس التشكيل بتاع الجهاز الفني لمنتخب مصر ونقراه لهم مع بعض. يلا. تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر: كابتن وائل جمعه مدير منتخب، كابتن محمد صلاح مدير اداري، كابتن علي محمد علي اداري بيستعينوا بيه، هو مش ثابت معاهم يعني، كيروش مدير فني، روجر مدرب، ضياء السيد مدرب، محمد شوقي مدرب، وانا متعمد احط هنا مدرب بدون تصنيف، عصام الحضري مدرب حراس، الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخب، وفي مخطط احمد اجنبي، احمد مطر اخصائي علاج طبيعي، مصطفى صدقي اخصائي علاج طبيعي، بدر امام اخصائي تاهيل، محمد محمود اخصائي تدليك، محمود سليم محلل اداء، عبد الله سيد عامل مهمات، محمود سيد عامل مهمات. هو العدد يظهر انه كبير شويه، ولكن هو مش كبير. ده اللي عامل لخبطه في حته بتاعه انه كابتن ضياء ملوش دور، كابتن محمد شوقي ملوش دور، طب الراجل زعلان من الحضري، طب لا، هو ما فيش اي مشاكل داخل الجهاز الفني. وإذا وجد مشكلة شوية نوعا ما يعني هو تاتش خفيف بين الراجل وبين كابتن محمد شوقي، وده اتحل بعد المباراة اللي فاتت على طول بعد ماتش تونس. لكن ما فيش أي مشاكل داخل الجهاز الفني، ما فيش أي نية. هو الراجل عنده بند في عقده بيسمح إنه اللي مش عاجبني يروح، يعني أنا أقول يروح يروح. لأنه لما جه هو كان عايز يجيب ناس من بره، وعايز يجيب مدرب حراس من بره، فقالوا لا، في ناس احنا اخترناها، فالناس دي هتكمل معاك. فبناء عليه كملوا بالموضوع ده، مفيش اي خلافات، والناس شغاله كويس جدا داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر. ولو في خلافات في الرؤى الفنيه، في الاول والاخر هو المدير الفني يقول كلمته يعني. بس احنا حابين نوضح ده للناس، لانه في كلام كتير جدا على ان هو لما يجوا ده هيستقيل. لا حد عنده نيه ان هو يقدم استقاله، ولا حد في نيه ان هو يتم اقاله حتى هذه اللحظه وحتى لما يرجعوا. ولكن ولا كابتن ضياء السيد ولا محمد شوقي ولا هم ثلاث اسماء دول تحديدا الكلام عليهم اللي عليهم الكلام. لما فيش حاجه من الكلام ده خالص يعني، الناس عماله تقول، فالناس بتاخد الموضوعات في سكه ثانيه مختلفه، وما فيش حاجه بتقول لي ده انت راجل وصل قبل نهائي كاس العرب، انت ما رحتش. انت حتى لو في خلاف، فالخلاف المتسبب فيه هو المدير الفني اللي الراي العام مش راضي على تصميمه على التشكيل. لكن انت ممكن تسال حد من الجهاز المعاون. ما هو الناس انا مش بعزز الشائعه، بس الناس بتسال في ايه؟ ناس بيقول لك ما هو كابتن ضياء السيد عارف، وكابتن محمد شوقي عارف، انه محمد شريف راس حربه، تمام،
ومش معنى كده ان احنا جهلة، احنا فاهمين كويس قوي في الكورة انه الراجل ما بيلعبش محمد شريف طرف، هو بيلعبه مهاجم، مهاجم على الطرفين بيخشوا لجوه، ففاهمين ان هو بيلعب بتلاتة، التلاتة دول بيتعامل على ان هم مهاجمين، وبالتالي التعليمات ليهم ان هم يخشوا جوه كمهاجمين. بس الكلام ده لما يكون راس الحربة اللي عندي الاساسي بيفي بطموحاتي انا وبيسجل لي اهداف اللي هو مروان حمدي، بالظبط اتفق معاك، لكنه مروان مش قادر يعمل دي، فليه ما عملش كده؟ فمروان يبقى موجود وشريف يبقى هنا، وهات برضو واحد برضو استخدمه زي ما انت ما عايز على طرف من الاطراف، وبرضو يروح يبقى مهاجم زي المهاجمين. طيب. بس الراجل اللي بيجيب اجوان ده نخليه يجيب اجوان بقى بالزبط. يعني هي الفكره كده. فهي الناس بتقول لك ايه، ما هو اكيد الكابتن ضياء هيميل عليه يقول له الكلمتين دول، اكيد الكابتن محمد شوقي هيميل عليه يقول له الكلمتين دول، هو ليه مش عايز يسمع الكلمتين دول؟ بالظبط، هو اكيد مياله عليه وقالوا له الكلمتين دول، ولكن من سمات كروش ان هو ديكتاتور عنيده. طيب ما انا ديكتاتور في قراره. الاهم من ده كله انا عايز اقول لك على حاجه، في بطوله الامم اللي هنلعبها في الاسماء اللي مبعوثه في القائمه، هو واخد محمد شريف دلوقتي جناح يعني مش مقتنع بمهاجم صح ولا غلط؟ واخد مروان مهاجم في الاسماء اللي مبعوثه في بطوله الامم، واخد شريف مهاجم، تريزيجيه ومرموش هم الناحيه بتاعه شريف، يعني انا شريف ملوش دور معايا في البطوله. في الحته اللي قدام رقم واحد عندي مصطفى محمد، رقم اثنين احمد ياسر ريان، رقم ثلاثه كوكا، رقم اربعه مروان حمدي. اذا انت مش مقتنع بشريف لا هتبقى مقتنع بيه هنا ولا هتبقى مقتنع بيه هنا الا اذا اضطرت الظروف. عندي اصابه فهاخده. بس هو مش واخد شريف في القائمه؟ لا شريف مكتوب، بس انا بديك الترتيب. هو كان كاتب 40 اسم هو معاه 40 اسم، بس انا بديك الترتيب. شريف لو لعب جناح وجه في البطوله اي حد ماشي في الشارع مين اللي هيلعب؟ تريزيجيه. تريزيجيه بعدي مرموش. لسه عندك رمضان صبحي هينطح وممكن يدخل، بس ده برضو على حسب ما تريزيجيه يكون فايق ورايق وراجع كويس وقف عليه. هم بيتواصلوا مع تريزيجيه وتريزيجيه بيتواصل معاهم، وتريزيجيه هو بالنسبه لهم هم بانيين عليه امل كبير ان هو لازم يبقى موجود في البطوله حسب برضو حالته. بس انا بقول لك حتى لو مش تريزيجيه، رقم 2 مرموش، رقم 3 هينطحوا مع بعض رمضان وشريف. ما انت لسه عندك رمضان الناس ناسياه، لسه ممكن يبقى موجود. لسه عندك ابراهيم عادل بيستغله في الحته دي. ففي اختيارات كتير الفتره اللي جايه هو مش قادر يربط او يحكم على الليله دي، عشان كده بقول لك ان هو مع ان الموضوع سهل اهو بسيط. مروان حمدي مهاجم رابع، هنشوف لو التشكيل اللي هيمشي بيه بكره ده يبقى خير. ماشي، اتفضل يا استاذ رحيم. كنا قلنا قبل كده ان كان في مقدمات المرتبات للاعيبه النادي الاهلي كانت متاخره. مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب قرروا ان هم يصرفوا جزء من مقدمات اللعيبه قبل السفر لقطر للسوبر، يعني تحديدا صرفوا ربع قيمه المقدمات بتاعه اللعيبه بتاعه العقود بتاعتهم قبل السفر على طول ليهم، يعني عشان الدنيا تبقى حلوه كده يبقى في فلوس بقى ونلعب كويس يعني. بص خبر عنوان يعني مش هنقف عنده كتير. الاهلي بيستطلع راي ووجهه نظر حسين فيصل، مش وجهه نظر، هو يوافق طبعا اي حد يوافق يلعب الاهلي والزمالك من خلال احد لاعبيه داخل المنتخب. وحصل يعني قاعده كده انه بعد نهايه البطوله نبقى نحكي تفاصيلها عشان خاطر حفاظا على معسكر المنتخب، انما في كلام من خلال ده منتخب مش عند رهام خلاص، يعني ده منتخب عندي في معسكري ده بيجيبها لي انا مش بعيد معسكري ده انت بتعلم في كلام على حسين فيصل. على حسين فيصل من احد لاعبي الاهلي الموجودين داخل المنتخب. ماشي الكلام. استاذ رهاب احنا وصلنا خلصنا معلومات دخلنا على لا لسه عندي خبر في معلوماتي ماشي الكلام. كهربا وموسيماني اتردد كلام كتير قبل اعلان القائمه بتاعه النادي الاهلي ان كهربا بره القائمه بتاعه النادي الاهلي. كهربا ماشي، كهربا الكلام اللي احنا بنسمعه ده كله، لكن انا باكد لك بقى النهارده ان الوضع بين موسيماني وكهربا اتحسن كتير جدا والله جدا خلال الفتره الاخيره. لو تفتكر ان انا قلت لك في مره ان هم كانوا بيتحاشوا بعض تماما، لا ده بيوجه له تعليمات في التدريب ولا ده بيتعامل وسكوت خالص، لكن الفتره الاخيره على العكس تماما، موسيماني بقى بيتعامل مع كهربا وبيوجه له تعليمات خلال التدريبات وبيطلب منه حاجات يعملها في التمرين. فابتدت العلاقه والدنيا بتتحسن ما بينهم وما بين بعض. واللاعب لحد دلوقتي يعني ما عندوش نيه ان هو يخرج من الاهلي خالص وعايز يكمل في النادي يعني. عظيم. نروح لمراه الخبر. يلا. اخر خبر معانا انتخابات اتحاد الكوره. ايوه. والدربكه اللي شغاله فيها والناس عايزه تعرف الدنيا ماشيه ازاي. ايوه. اخر يوم للتقديم للترشح يوم الاثنين اللي جاي. الاثنين اللي جاي. واحنا اتفقنا ان هي قائمه مغلقه مطلقه، يعني تدخل تعلم على ابراهيم على احمد على رهام، دي قائمته كلها تنجح. ماشي. تمام. بص خلينا متفقين انه في شويه حاجات يعني مخفيه على الناس شويه. نمره واحد، اللي هيروح يقدم قائمه لازم القائمه دي هي تسعه نائب ورئيس ونائب وتسعه اعضاء منهم مقعد نسائي. لازم القائمه تقدم 12 مش تسعه. ليه؟ اقول لك ليه. ال 12 دول فيهم ثلاثه احتياطي وبتكتب عليهم ثلاثه احتياطي، ويشترط ان يبقى فيهم واحده سيده. ليه ثلاثه احتياطي؟ ليه بقى؟ مثلا دكتوره دينا الرفاعي مقدمه في قائمه مثلا تمام وجي في مشكله في الورق بتاعها،
القايمه دي لو ملهاش احتياطي كلها بره، بطل بطل كلها بره، فياخدوا حد من الاحتياطي. طيب لو واحد مثلا الرئيس مثلا طار من القايمه، ياخد واحد من الاثنين الاحتياطي، النائب ياخد واحد من الاثنين الاحتياطي. طار برضو لاسباب ليها علاقه بالورق، بالورق مثلا لا ينطبق عليه احد الشروط، ورقه مش كامل. الناس ما بتعرفش اول ما بتقدم الاوراق بتاعتها. طيب لا انا بقدم ورقي، ورقك شهاده الجيش، التعليم العالي، مش في السير والسلوك، شهاده ان انت. طيب امال ايه يقول لك اصل كان ناقص ورقه فراح جابها. السندات اللي مطلوبه كلها هتقدمها؟ لا كان ناقص ورقه دي لو انا مثلا هقدم السبت فعندي مشكله فالحق اقدم الحد. احنا النهارده بنتكلم في داخلين السبت حد اثنين. فكمل ورقك، ولكن ممكن مثلا اجيب انا ورقه من نادي، اي نادي مثلا اطعن عليك. لا يقول ان انا كنت عضو مجلس اداره وفي الاخر ما طلعتش عضو مجلس اداره. فاهمني؟ ممكن مثلا ان انت ما مارستش. هو مش شرط، هي مفتوحه دلوقتي، هي دلوقتي مفتوحه بس اصبح لازم تجيب ورقه ان انت ليك علاقه بكره القدم. ماشي. الورقه دي ان انت كنت عضو مجلس اداره برضو لازم يبقى فيها ايه. ماشي. تلميسه يعني. فكده لازم يقدم 12. بيروح واحد من ال 12، مش ما بيروحوش يقدموا كلهم، واحد من ال 12 بيتعمل له تفويض، بيروح يقدم لل 12 واحد ويتم تسليم الاوراق بتاعته. فكده احنا عرفنا موضوع ال 12. ليه بقى ما فيش قوائم ظهرت لحد النهارده؟ ليه بقى؟ وهقول لك ليه القوائم، لان هم المشكله في الثلاثه الاحتياطي. ما حدش راضي يبقى احتياطي، عايز يبقى اساسي، واحد عايز يبقى احتياطي، فدي مشكله. دي مشكله كبيره. طيب القوائم اللي الناس مين يحب يبقى احتياطي؟ ما هو محدش يحب يبقى احتياطي، لان هو مش احتياطي وهيشارك. بالظبط، ده هو احتياطي. خد بالك الاحتياط ده ممكن تلاقيه رئيس اتحاد. تخيل لنا برئيس، بس ما اعتقدش ان في حد هيغامر وهيقدم وهيبقى ورقه ناقص. لا بتحصل قبل كده كتير. لا بتحصل قبل كده كتير وحصلت. هيبقى نائب رئيس تشابه اسماء ده. بالظبط. فممكن ايه، ما هم حاطين الشرط ده عشان انا ما اطيرش القايمه. طب دلوقتي القوائم اللي عندنا، في قايمه بيشكلها الاستاذ جمال علام كرئيس، مع نائب الاستاذ خالد الدرندلي، معاه في العضويه الكابتن محمد بركات والكابتن حازم امام، ومعاه الدكتور ايهاب الكومي والاستاذ محمد ابو الوفا والحاج عامر حسين اللي ممكن يسيب رابطه الانديه ويروح عضويه. والدكتوره دينا الرفاعي. ماشي تمام. الاحتياطي دول تسعه. الاحتياطي دكتوره سحر عبد الحق اللي هو حلمي مشهور، الاستاذ احمد ابراهيم مجاهد. الخلاف هنا دلوقتي القايمه دي مين يدخل احتياطي ومين يدخل اساسي. انا عديت لك التسعه اللي اتفقوا عليهم اساسي، بس في اعتراض على الاحتياطي. ماشي. في قايمه ثانيه بتتعمل، قايمه برضو محترمه وتقيله من خلال وزير سابق، ان هو بيحاول يبقى معاه الكابتن محمد عمر، النائب محمود حسين، الاستاذ ماجد نجاتي، كابتن خالد بيومي، كابتن احمد حسن، الدكتور عصام سراج اللي هو احمد سليمان رئيس نادي اسوان، الدكتوره رانيا علواني. وهم دلوقتي بيدوروا على الثلاثه الاحتياطي. فممكن تقف معاهم على الثلاثه الاحتياطي. في قايمه انا شايف انها بتراجع شويه، بتاعت الكابتن حسن فريد، مع الحاج محمود الشام والاستاذ مجدي المتناوي والاستاذ ابراهيم القصاص والكابتن هشام حنفي والكابتن محمد ابو العلا. بس النهارده الحاج محمود الشامي والاستاذ مجدي المتناوي انا من خلال تواصلي هم خلاص بره الجيم، قالوا مش هندخل، مش داخلين. فالقائمه دي ممكن يعني ايه تتقهقر يعني. او تتراجع، ما فيش لها وجود. فاصبح الموضوع بكره هتبان هم اللي هيقدموا، هيقدموا يوم الاحد، بس بكره هتبان مين اللي هيلاقي احتياطي ومين اللي هيلاقي اساسي، بحيث ان هم يقدموا. وارد جدا تلاقيها بالتزكيه في النهايه، ولكن الحظوظ الاكبر لمجلس الاستاذ جمال علام. هو مجمع قائمه قويه، ولكن القائمه الثانيه قويه جدا، واعتقد انه الاثنين لو في تنافس هيبقى تنافس قوي. ما وراء الخبر الاخير عندك يا استاذه؟ هناخد بقى الخبر بتاع جونيور اجاي، مش هناخد الاولاني يا جماعه. طبعا شفنا امبارح النادي الاهلي اعلن فسخ التعاقد مع جونيور اجاي. اللاعب في التفاصيل يعني بتاعته، اخذ مقدم التعاقد بتاعه، اخذ مرتبه لحد شهر يناير بس. تمام، ما اخذش كامل العقد بتاعه بصراحه. أيوة. دي حاجه تحسب يعني ان هو اخذ كمان 15 يوم اساسا كان يقدر يفسخ وياخد باقي عقده بالكامل يعني. الكلام عمال يتقال ان هو رايح نادي بيراميدز ورايح فاركو والكلام ده كله. انا تواصلت مع اللاعب قبل الحلقه على طول واتكلمت معاه وسالته على العرض بتاع بيراميدز، قال لي ان مفيش اي عرض دي من بيراميدز خالص لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها. موضوع فاركو علشان وكيله، فهو اساسا فاسخ مع الوكيل بتاعه اللي هو جون في فاركو، فهو مش وكيله اساسا، فمفيش برده حاجه مع فاركو في الوقت الحالي. ممكن يروح نادي في الدوري المصري او لا، او في شرط كان مفيش في وقت من الاوقات بيقولوا الزمالك ممكن يكون. بصوا بس وقت المجلس اللجنه اللي فاتت انا ما اعرفش في حد كلمه من الزمالك ولا لا، بس هو اللاعب يقدر يروح اي نادي في الدوري المصري. يعني في كلام اتقال انه محطوط في العقد او حاجه ان هو ما يقدرش يروح اي نادي في الدوري المصري السنه دي والكلام ده كله. لا ما فيش الكلام ده خالص. ما فيش الكلام ده. استاذ ريهام انا بشكرك، شكرا جزيلا كالعاده. متالقه استاذ احمد، بشكرك شكرا جزيلا انا اللي بشكرك كالعاده متالق.
الحمد لله. ايه الكوتش الابيض الجامد ده؟ انت يعني جاي تاخد بالك في النهايه؟ مش عارف، ما انا لقيت حاجه بتنور تحت كده. لا لا لا. لقيت حاجه بتنور. طلبي بالاول. مش احنا قلنا في البلد ايه؟ في سكه اللي لقيته. في البلد. لا اتعودوا. اتعودوا خلاص. لا خلاص. احنا لسه مستمرين مع حضراتكم بعد الفاصل. ملوك التحليل محمد عماره وعمر عبد الله، وسهره كرويه ممتعه مع منتخبنا الوطني، وتفاصيل في منتهى الاهميه ومقارنات نعرفها ونفهم منها حاجات كتير جدا جدا. ما تنسوش الهاشتاج بتاعنا في الفقره الجايه بقى ملوك التحليل في جمهور الثالثه. خليكم معنا.